Marahanır. Marahanır. يعني عملت اللي بدها اياه، رجعتك لعندها. لينا كانت رح تموت بسببي لو ما لحقتها بآخر لحظة ونقلت على المستشفى. ما تقول بسببك، شو انت اول عالم بتطلقه؟ أنا ما رح سامح حالي إذا صار لشي، ولا حتى ابني حيسامحني. هلأ إذا برجع بقول لها بدنا نطلق رح ترجع تعمل نفس الشي. أنا بعرفها لالينا. آسف، ما رح أتلم ابني كرمال أنانيتي. أنا حبلة، أنا مضطر أمشي عندي شغل، طلبت لك سيارة بدها شي ربع ساعة لتكون هون جاهزة حالك. أنت متأكدة إنه هذا الولد ابني؟ أنا وسامي صرنا 3 أشهر مش مقربين على بعض، والبيبي صار عمره شهر. أنا ما عم بفهم شي بقى، أنت بتحبني عن جد أو عم تتسلى فيي؟ بدك نكون سوا أو لا؟ بتعرفي شو بدي؟ ما فيك تكون معه ومعي بنفس الوقت، لازم تاخذ قرار. ما فيك تحصل على كل شيء. جربت وما قدرت، شفتي شو اللي صار؟ إذا بدك ياني أكون صاحبتك وهي تضل مرتك، هيدا الشيء ما راح يصير. محل اللي حطيتني فيه بحياتك بشع كتير وبيجرح، نزلت عن كل شيء كرمالك، خسرت حالي كرمالك، ما بقى عم بعرف حالي، يا كل شي يا ولا شي. هذا الولد ابني. أنا صار لازم أمشي، كل شي بهالعلاقة صار عم بهيني. ليلى كانت رح تموت بسببنا أنا وإلتي. أنا الحق علي استعجلت ورحت قلت لها، والحق عليك انتي الحق علي؟ ايه الحق عليكي، حق عليكي. قعدتي تشتغلي فيني حركات وراس وتخباي على سامي وانستغرام لانه بدي اياك، بس الواضح انه علاقتنا خلصت، طلعت كلها كذب. بناسبك نتجوز بالسر؟ كيف يعني نتجوز بالسر؟ يعني لينا بتضل مرتي وانتي بتتجوزيني؟ بدك ياني مرة تانية على مرتك؟ افشر على رقبتك، انت واحد بلا اخلاق. شو القصة يا شباب؟ شو مخدرات؟ شو ناويين تروحونا يعني؟ ليك سمعني كتير منيح سيد فؤاد،
المصاري اللي لقيناها معك كليات عليها اثار حشيش. من وين عم بتجيبه ولمين عم بتبيع؟ شو حشيش ما حشيش، انا لا بتاجر ولا ببيع ولا بعرف اصلا، بكره وما بحبه، وانا زلمه كاس. ليك اذا بدك تضل تساعدنا علينا نحن مضايقك. انت بتعرف انه مضايقتنا مزاجي، مزاجي كثير. فهمت علي؟ من ما جبت المصاري؟ هول دين من واحد صاحبي. ومن هو هذا صاحبك بده يدينك هيك مبلغ كبير؟ هيدا عدد صرفتهم لهلا. صاحبي عايش بدبي وكان بده يصير بيني وبينه شغل، وانا بشتري له ارض حول الضيعه وهو بيعمل عليهم مشاريع وبيبيعهم. وين هاي الارض اشتراها صاحبك؟ وين الارض اشتراها صاحبك؟ هو صاحب الارض رجع غير رايه اخر لحظه. واصلا هول المصاري هني كانوا رعبون. بدي اسم صاحبك واسم صاحب الارض يلي كان بده يشتريها منه. اسمعهم شباب، نزلوا لي اياه عندكم، اعملوا له حفله ترجع له ذكرته من اول ما بلش يحكي لليوم. لا لا ما في داعي للحفلات، يا ظهري بيوجعني وكلويي كمان لا بحكي خلص. احكي له شوف. هول مصريات من عامر الباشا. ليش؟ شو علاقتك فيه؟ مقابل شو؟ دين. شو علاقتك فيه؟ كنت اعرف بعلاقته وفرح، هيك عرفت بالصدفة يعني وقت وصرت تبتزه، لضلك ساكت على اللي بتعرفه، مش هيك؟ وين كنت ليلة الحادث؟ كنت بالمستشفى مع ابني، نقلوا الإسعاف لأنه انفجرت معه الزيتي وأخذوا الساعة 9 وأنا وصلت الساعة 10 وبقيت عنده لوجه الضوء. وفيكن تسألوا طليقتي، يعني كانت هي وزوجة، وفيكن تسألوها وهي شاهدة على شيء. ما طلع من المستشفى أبداً؟ ضل معكم كل الوقت؟ أبداً، ما تحرك من قدام غرفة العمليات، وجوزي بيشهد على هالشي والممرضات يلي بالمستشفى كمان. مزبوط، ما تحرك من مطرح ولا طلوع الضوء. ايوه، شو طلع معهم؟ ما طلع معه شيء. ليك نطبخ لك شي دجاجه، خلينا نتغدى، ميت من الجوع. يلا. ايه لعيونك، يلا 5 دقائق بس. ما عندي اي فكره عن اللي عم تحكيه. يعني ما كان عنده عامر شي نشاط او شغل تاني انت ما بتعرف فيه؟ مثل شو؟ مثل علاقات مع ناس مشبوهة مثلا، تجار مخدرات. عامر؟ ابدا، نحن اصحاب ونحن وصغار، بعرف وبعرف عائلته كثير منيح، ناس محترمين وما له بهيك حركات. بعدين عامر انسان ناجح بمجال العقارات كثير، وسمعته مثل الذهب، لا بده يفوت مع هيك ناس. ما معقول كان اخذ هالشركه كواجهه لشغل تاني؟ قلت لك عامر من الاساس مرتاح ماديا، واذا كان بحاجه لشريك بلاقي مليون، وحيلا بنك بالبلد بيتمنى يفوت معه بمشاريعه. والله يا جاد كرمالها هالقصة عم تتعقد. واحد بيدخل على عامر على المستشفى بسكين، والتاني بيطلع عارف انه اخته على علاقة بعامر وبيسكت كرمال الفلوس، والفلوس بتطلع ريحتها حشيشة دويخة. معقول تكون منى طليقته لفؤاد هي وزوجها عم بيكذبوا؟ وليش تيعملوا هيك؟ تنفترض هي بدها تحميه لانه بي ولادها. زوجها شو له مصلحة يشهد كذب حتى يحمي زوج مرته السابق؟ ألو؟ نعم. أها. إيه. طيب. ماشي ماشي. هيدي تسجيلات المستشفى بتقول انه فؤاد فات على الساعة 10 وظهر على الساعة 3، في نارس تذكرته، حتى بالعلامة بتقول انه عطاها إكرامية.
شو يعني الزلمة طلع ما عم بكذب؟ لا مش هيك، قلت لكم حسوا ببعض أكتر. أنت تو عالسويفل برمني وهديني لورا وتطلع فيي، خلي عيونك معي من قلبك. أكل وأموره كلها تمام وهقته نعسان. ما بعرف شو بدك يا ست سلمى، بدي أشكرك على كل شيء عم تعمليه معي. ولو كرم عينك. طب تفضلي تفضلي. لا ميرسي، خير مرة، شكرا. شكرا كثير لك، الله معك، مع السلامة. مش كتير، شي 7 سنين. طب وعملت سفاري؟ شفت تماسيح وفيولة وزرافات. ايه، ما انا بافريقيا كنت اهم شي احب اعمله هو السفاري، كنت اتسبح مع التماسيح، وفي عندي صور بتجنن، ذكريني حتى فرجيك اياهم انا وعم بتصيد. شو عم تتصيد؟ فهودين، مورة، سودة، غزلين، ما خليت شي ما تصيدته، حتى في اوقات كنت احمل عليهم لحم بعجين. في عندي صور انا عم طير الفيولة. كثر احسنت اك. لك اخ افريقيا، اخ انا كنت فاضي اني اعمل سفاري واقعد مع الحيوانات. انا لما فليت من هون ضل زيد معي عن حق التيكت 300 دولار بس. الحيوان الوحيد اللي ضليت متذكره هو الحمار، لأني هيك اشتغلت 5 سنين مثل الحمار حتى جمعت مصاري فت فيهم على سوق العقارات. يا الله شو عبالي سافر. أنا ولا مرة رايحة أبعد من دبي، ومرة أنا وصغيرة كتير على قبرص، وهول هن رح تسافري. بوضعك أني خليكي تبر من الدنيا، رح أخذك على باريس، موسكو، لندن، والأهم من هيدا وكله رح خليك تعملي سفاري مع كل انواع الحيوانات. عن جد؟ عن جد. انا اللي بيعيش معي بينبسط، بحب خليه ينبسط. Thank you.
أنا بكون بعرف. تفضلي تفضلي. بعرف شفت صورتك مع لينا وكنان. بعتذر، البيت مكركب شوي. لا بسيطة، بس أنا بتعرفي ليش جيت لعندك؟ لا ما بعرف. لا بتعرفي، عامر خبرك؟ عامر ما قال لي شيء. وهو ما بيعرف اني انا بعرف بعلاقتكم، وما بدي اياه كمان يعرف باللي رح احكيه، لانه بيكره حدا يتدخل بحياته وخصوصي انا. فازن كيف عرفتي؟ سمعتكم انتم مع بعض. اتصلت مره بعامر وبدل ما يفصل الخط فتحه وسمعت كل شيء. أنا ما بدي أعطلك، رح أحكي هالكلمتين وأمشي، وأنت وضميرك. طنط أنا ما اسمعيني اسمعيني. أنت عارفة حالك لوين فاتي وين رايحة؟ هذا الرجال مجوز وعنده ولد، وشو ما عملتي رح يضل مربوط بابنه طول حياته. إذا صار شي بيناتنا مش رح يكون لا أول ولا آخر واحد عنده ولد بيطلق وبيتجوز مرة تانية. بعدين حسب ما بعرف انت كمان مجوزة مرتين. صح، بس انا لما حبيت ما خبيت عن ابوه لعامر، رحت وقلت له وواجهته وطلبت الطلاق. لا كان في اسرار ولا كان في شيء مخبى. انا ناطرة الوقت المناسب تخبره لسامي. شفتي شو صار وقت عامر جرب يخبرها للينا؟ انتوا بديتوا اصلا بعلاقتكم غلط. يعني انت ما قبلتي لعامر هو مطلق، انت عم تاخديه من بيته ومن عائلته. بس عامر ما انا مبسوط بحياته مع لينا، يعني حيتركها فيي او بلايه. بعدين نحن بنحب بعض كثير. هيدا هلا هلا حبين بعض وطاير عقلكم، لانه الممنوع مرغوب. بس بحال تجوزتوا هيدا الحب والاعجاب رح يتغير ويصير كل شيء عادي. وصدقيني ساعتها ما رح تكوني مرتاحة، ولا رح يكون إلك وحدك، لأنه ابنه رح يضل موجود بحياتكم، وأمه رح تضل ورا تعبي براسه ضدك وضد أبوه، لأنكم بصراحة ظلمتوها. رح تعيشوا مشاكل لا بتخلص ولا بتنتهي. رح تجي لحظة يكرهك عامر، بحس إنك خربتي حياته وحياة ابنه مشان ولا شيء. لا مش مشان ولا شيء، قلت لك انا وعمر بنحب بعض. بستغرب بستغرب كيف مره مجوزه ومجربه مثلك بتحكي عن الحب كانها بنت صغيره. يمكن انا رومانسيه زياده عن اللزوم، بس هي انا ما في عيش بدون محب. وعامر مثلي. عامر بحب ابنه كثير، واكيد بحبه اكثر ما بحبك، وهي الحقيقه رح يجي يوم وتنفجر بوجهك. طنط انت عم تحكي كانه هذا الموضوع مقدر وما بيتغير، بس اذا في حب وتفاهم كل شيء بيزبط. صدقيني انت ما بتعرفي لعامر ولا لينا بتعرفه، ما حدا بيعرفه غيري. وانا عم بقول لك هذا الكلام مش بس من شانه ومن شان عائلته، لا ومن شانك انت كمان. انا ما بدي اياك تتأذي لانك ما بتعرفي منيح. فكري باللي رح تعمليه
ما تتسرعي. ما تقولي له اني جيت لعندك. اهلين سامي. لينا انا ما عم بقدر ما اشوفك. فيك تلاقي لي حل؟ ما بعرف، يمكن ما في حل. لازم نتعود. ما عم بقدر، شو بعمل؟ ما بعرف. أكيد في شي طريقة. سامي في ألف عقبة تمنعنا إنه نكون مع بعض. بعدين أنا مرة متجوزة. وإذا صباح دريت إنه في شي بيني وبينك رح تسحب حضانة الولد مني. وأنا مستحيل استغني عن ابني لو مهما صار. شو يعني؟ هيك بتضلك طول عمرك معلقة بواحد خاين ما بيحبك؟ يمكن إذا صحي واجهته أخلص وارتاح، يمكن كمان أرجع له. وأنت كمان سامي لساتك مربوط بفرح، قصتك معها ما خلصت لأنك ما قدرت تواجهها. بعتقد رح تضلك مربوط فيها لوقت طويل. مش صحيح. أنا ماني أهبل حتى ضلني معلقة فيها من بعد ما كل شيء عملته فيي. فرح ما بتستاهل ضيع عليها لحظة تفكير وحدة وأنا نسيتها. نسيتها بسببك أنت. دينا خلينا نلتقي. فكرتك ما رح تيجي. بعرف أنا لساته في. مشتاق لها ما. من وين لوين لحتى تروحي لعندها؟ انت ابني وما بدي اياك تخرب حياتك وحياة عائلتك مشان اي شيء. بعرف بشو عم تفكر، بس البني ادم بيتعلم من كيسه. انه يعني ندمانه انه تركتيني انا وابي؟ لا مش ندمانه لاني تركت ابوك، بس مقهوره لاني خسرتك. ما قدرت ارجع اكسبك وعوضك عن اللي عشته بسببي. ما بدي يصير نفس الشيء معك ومع ابنك. اعتراف خطير ماما. خطير. بس كأنه متأخر. متأخر بس 25 سنة. معك حق. أخر. أخر كتير. ماما أنت بتحب ابنك كتير وروحك معلقة فيه، ما تخسره كرمال حدا. أنت كنت تحبيني لما مشيتي؟ بكل لحظة كنت مستعدة أقدم لك روحي. لهلأ أنت أقطع مني ماما، أغلى شي عندي. وأنا بفهمك، البني آدم ما بيقدر يعيش بدون حب، بس يلاقيه بيتمسك فيه
بصير بده يكسر الدنيا حواليه حتى يحافظ عليه. بس أكيد كمان في شيء بيتصلح بينك وبين مرتك. لينا مرة حلوة وحبوبة وأم منيحة وبتحبك، وهدول بكفوا لتبقى مع ماما. شو أحسن؟ أحسن، أحسن بكتير. Thank you. موجوعة شوي ومشتاقة لأمي كتير. أفكر أنزل عالشام منه بعد عنه شوي. إيه روحي ارتاحي عند أهلك كم يوم، تكنت رقتي وصرتي أحسن شوي، بس ما تطولي تما يزيد الجفا بينك وبينه. على فكرة كيف صرتي أنت وياه؟ أحسن؟ عم يعمل جهده، بس أنا ما لقدراني أسامحه على عمله. حسسته هيك غريب عني، حاسة حالي وحيدة كتير. يعني حاسستي إنه رجع لك عن جد أو عم بيسيرك؟ ما بعرف، ما بيهمني. هي اتصلت فيكي ولا انت اجيتي لحالك؟ ما دقت لي، انا قطعت اطمن عليها. شو حكيتوا؟ ولا شيء. ليه هي قادره تحكي؟ سيارتها شوي وطعميتها. سامي عارف انك حامل؟ كيف بده يعرف؟ قلت لك صرنا اكثر من 3 اشهر مش مقربين على بعض. شكلك ما عم تصدقني. ليش ما عم تردي على تليفونك؟ هيك ما عم بالي. إذا هذا الولد عن جد ابني، فأنا مالي بلا أخلاق مثل ما قلتي، وما رح أهرب من المسؤولية. وإذا ما بدك نتجوز بالسر، تصبري علي حتى لينا تصحيح، وبعدين بنشوف شو بدنا نساوي. عشام لعند أهلك هلأ؟ حكيت أمي ومستنيتني.
قلتي لهم اللي صار. انت هاد اللي هامك؟ لا مو هيك، بس مالي حابب نزلتك هلا عشان بعدين انا ما فيني اقعد بدون كنان، بدونكم. خليك على الاولانية يا استاذ عامر، انا مالي منيحة، بدي انزل شوف امي. انا اسف لينا، اكيد ما كان قصدي، بس كنت ملخبط وبراسي الف قصة ومالي مزبوط ونشفان وحاسس حالك عمرك 70 سنة وانت ومعي. انا اسف. متمنية صدقك. بتمنى انسى كل اللي قلت اليوم. بتمنى صدق انك انت جاي هلا عم تعتذر لي لانك حسيت بغلطك، مو لانك خفت اني موت بسببك. انت رجعت لي عن جد ولا عم تساير لحتى طيب؟ خلينا نأجل هذا الحديث لبعدين. شفت؟ ما تستعجلي علي، يرجع كل شيء مثل ما كان. أنا بدي وقت وإنتي لينا وإنتي بدك وقت كمان. حجز لي سيارة هيك أحسن. مثل ما بدك. انت قلتي لها تروح على الشام؟ هي هيك قالت لك؟ يعني قلتي لها؟ لا بس كانت عم تقول لي انه مشتاقه لاهلها، فقلت لها تروح اذا هذا الشيء بيريحها. انا اشتقت لك. ما اشتقتي لي؟ اتركني اتركني، قلت لك اتركني. مجنون انت؟ بركي حدا فات علينا. ما فيك تروح وتجي وقت اللي بدك وتاخذ اللي بدك اياه مني. هذا الشيء اسمه انانيه مش حب. ما فيك تاخذ كل شيء يا عامر. طيب فرح اهدي اهدي اهدي، خلينا نروح على بيتنا ونحكي على رواق. قلت لك لهونيك ماني رايحه بقى، تا انت تقرر شو بدك وتتصرف. مدام شباب والصبايا ناطرينك. طيب عامر سلم لي علينا، بركي انا وسامي بنشوفكم بالليل. اوكي اوكي. ديروا بالكم على حالكم، ديري بالك على كينا. ايه لا تخاف. أهلين سامي. شكراً الله يسلمك. إيه صار لها شي ساعة ونص. تكون على الحدود هلا. إيه بتغير جو. معك حق. مالي عامل شي ليه؟ هيئتنا رح نخلص شغل بكير اليوم. فأنا وفرح عازمينك على العشاء عندنا بالبيت. يعني بفضل انه اذا بتقبلوا عزيمتي اليوم، حابب اعزمكم لبرا. لا لا انا عازمك لعندي على البيت لانه بدي طعميك سمك من ايدي. اذا سمك معناتها ما فيني اقول لا اكيد. اي ساعة؟ طيب ماشي. ماشي مع السلامة. العزيمة ما كان إلا معنى أبداً. قلت لك إني تعبانة. أنا مش طالب منك شيء،
انت روحي، بالعكس انا مبسوط اني صار زمان ما عملت اكل. انه كان فيكم تروحوا تعزموا على شي مطعم برا، ما بعرف. يعني انت شايف الظرف اللي عم يمرق فيه عامر ولينا، اقل شيء نكون حدهم. بعدين انت شو بدك من هذا الشيء؟ روحي، اذا بقول لك شيلي صحن من محله دعسي على راسي. فرح مبروك يا قلبي، مبروك. انت حبلة، انت حبلة. هلا هلا هلا، ألف 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 مبروك. الله يبارك فيك. خبرية بتجنن، بتطير العقل. الله يخلي لك ابنك حبيبي. مبروك فرح. الله يبارك فيك. هيك ها؟ هي فرحة ما بعدها فرحة. أكيد بيكون طاير عقلك. طاير عقلي؟ طاير عقلي كلمة صغيرة. أنا مش مصدق. فيه جيب شاي تشرب معنا. شكراً. رح سميه شادي اذا كان صبي، وياسمين اذا كانت بنت، مع انه كثير عبالي يجيني بنت اول شيء. حلوين كثير الاسماء، بس بنعرف شو اهم شيء هلا، انه فرح تقبلنا بالسلامه ونشوف على ايديها بيبي حلو ومهضوم وذكي مثل امه وابوه. انا ماني كثير مرتاحه، حفوت اتلقح شوي. ما علي عمر، انت مانك غريب. ايه طبعا طبعا، خدي راحتك، اكيد نحن اهل، اكيد هاي الفتره بتكون صعبه. فرحتني من قلبي، ان شاء الله الف مبروك.
بعد.